نرحب بضيفي في البلاتو ليلى سيد العميد خليفه الشيباني الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه. اهلا وسهلا سيد العميد. مرحبا بك. كيف المشاهدين؟ شكرا لك سيد العميد. نجم نقول لك اللي التوانسه الكل ينتظروا فيك، والتوانسه الكل ينتظروا في وزاره الداخليه اللي باش تقدم لهم كل المعطيات حول الحصيله حتى لتوا، وينتظروا في العميد خليفه الشيباني في شخصه. بارك الله فيك في الكلام هذا. الحكايه اللي باش نبداو بها اختي مريم، انا عندي المصطلحات اللي قاعدين نستعملوا فيها في وسائل الاعلام اللي قاعده تدور، خليني نبدا من هيك. هي ماهيش تحركات احتجاجيه، وانا مانيش باش نرجع هنا على انه الاحتجاج حق يكفله الدستور، واحتج حتى في اللغه العربيه بمعنى عبر عن رفضه من قرار ما حتى كي نحلوا المنجد. اما زاد في المنجد ثم خرب وسرق وحرق. داكوردو، في المصطلحات نكونوا واضحين، هذه احمال شغب ما عندها حتى مبرر رغم مشروعية ودستورية التحركات التي ضمنها القانون. واضح. باش نمشي بالاثباتات. انا نتحدث تو هنا من منطلق امني، وباش نمشي بالاثباتات. هذا هو اللي ما واحد واحد يساوي اثنين، خاطر كي نجيو نحكيو عصابات وتحركات، لا باش نعطيك كيفاش تدار الامور معناها. معناها وما حتى حد وما حتى تعيشنا يعني العمليات كيفاش تصير وغرفة العمليات وكيف الصورة تصير، خاطر الصورة احنا امنيا واضحة عندنا. الساعة اللي باش نقولوا انا باش نتقدم ساعة بالشكر للوحداتنا الامنية اللي هي قبل امس وتو، وما عندناش كان خدمة الاحداث هذه في الوقت هذا، ثم ناس مرابطة على الحدود البرية والبحرية في الوقت هذا، ثم ناس في المرور في الوقت هذا، ثم اختصاصات قاعدة معناها تقاوم في المخدرات وتقاوم في الجريمة اللي هي اكبر مستفيد من الاوضاع هذه. تو نرجعوا لهم بعد، انا كي نسأل على المستفيد تو نعرف شنو هي الاسماء. بواحد واحد يساوي اثنين، من المستفيد؟ يبقى السؤال المستفيد الأول. المستفيد كل الفوضى يحبوها المهربين الإرهابيين والفاسدين، وكل ما هو واحد ما يحبش الخير للبلاد هذه، واضحة المعادلة معني. كل ما واحد اليوم هذه تونس أمنا ما حتى حد يحب يصير فيها هكا، رغم أنك أنت ساعات عندك عليها الحكاية. هذه هي الملاحظة اللي يقولوا فيها، ومن غير ما نبدأ وأحنا وخايف من حاجة. منش خايف سيدي؟ خايف من حكاية أنه بدينا في التشكيك في الإرهاب وقت حكاية وقالوا انفركسوا على الكنوز، وبعد قالوا العمليات انفبرك، وبعد قالوا كذا، وبدينا نوعا ما نبيضوا فيه. خاطر انا قلت لك جيتك في بلاتو هنا قلت لك ماناش موحدين ضد الارهاب، واول طريق للمقاومه نتاع الارهاب تكون عندنا وحده وطنيه مقدسه. احنا ماناش موحدين ضد الارهاب، احنا وين نقوموا بعمليه يصير فيها تشكيك، هذا ما يخدم كان الطرف الاخر. الحاجه الثانيه، اليوم العمليات هذه قاعد نسمع في من يبرر ومن يبيض، ثم فرق بين التفسير وبين التبرير. اذا كان تنتقل انت من التفسير الى التبرير وتبرر في السرقه وتبرر في النهب وتبرر في بركاجات نتاع المواطنين، سامحني فيك حتى حد ما يختلف في هذه، والتوانسه قاعدين يعرفوا شكون اللي قاعده تتبركة مواطنين اليوم. صحيح. اليوم قاعده تسرق عباد، اليوم ثم ترويع المواطنين التوانسه. صحيح. اليوم ثم استهدافات للدوله التونسيه، وكي نقول للدوله التونسيه ماهيش راهي لا قصر الحكومه ولا قصر قرطاج، الدوله التونسيه عندها رموز في الولايه، رمز الدوله شنو؟ مركز الحرس هو رمز الدوله، مركز الامن هو عنوان الدوله، القباضه هي عنوان الدوله، البلديه هي عنوان الدوله، والمعتمديه هي عنوان الدوله، خلينا نسميه الاشياء باسمائها معناها. اليوم ثم استهداف للدوله التونسيه. وثم زاد باش نجيك حتى في طريقه التعاطي مع الاعمال هذه، اخضر باش نقول لك يلزمني نحكي لك، هذه ناس تناموا ليل تناموا نهارا ثم في الليل تخرج. الساعه هذه هالخدمه نتاع الانسان يخدم في النهار راقد وفي الليل كذا، واش يخدم بالبريزو؟ خارج في الليل وقتاش يبدا لك؟ يبدا لك التسعه كامله 3 نتاع الصباح. وهلم جر به الناس هذه كيفاش تتحرك احنا من خلال المعطيات اللي عندنا؟ تجي مجموعات ب 400 300 500 شنو اللي عندهم؟ ثم مجموعات تمشي لمراكز الامن لتشتيت الوحدات الامنيه وحرق المراكز ان استطاعت. هما في الحل هذا استطاعوا في زوز بلايص، استطاعوا في البطان حرقوا المركز، واستطاعوا في البارح في المنطقه نتاع الامن الوطني في تالا حرقوا باش يحيدك انت ويشاغبك. وبعد وين العناوين اللي يمشيوا؟ انا مضبيه لقيت واحد مشى لدار ثقافه سرق كتاب يقرا فيه. وماذا بيا لقيت واحد زاد هبط على كوشه هز خبزه، وماذا بيا لقيت واحد مشى كاسكروتاج هز كاسكروت، هم يمشوا للبلايص عارفين فيها الفلوس، المستودعات البلديه اللي فيها المحجوز نتاع التوانسه واللي هي موتور نتاعي انا وكهربتك انت، والقباضات الماليه يسخيروا فيها الفلوس خاطر اسمها ماليه هي وما فيهاش ساعات اما فيها عقود كما صار في القطار عقود نتاع مواطنين، هذيك فيها وثم زاد رهاين نتاع عباد يرهنوا فيها حاجات، وبعد اذا كان ما ثماش هذوما يمشي لك للفروع البنكيه، وفي الاخير يختمها بالفضاءات التجاريه. بدت. هذا هو معناها عمليه التشتيت. حاجه اخرى باللي العمليات هذه غير عفويه نعاودها، اعداد المولوتوف فيه بعد ارهابي واجرامي، ما فيهاش حاجه اخرى، واحد مولوتوف راه ما لقاهاش، هو الحجر اختي مريم، ساعات تلقى بلاصه مكيسه الكل، احنا رانا مانيش اغبياء، تحترموا عقولنا، ما نوصلوش للذكاء، الذكاء مرحله متقدمه معناها.
الحجر، الحجر كانتوه راه يضربوا به، مش حجر، هذاك وين لقاوه؟ ما هو تم اعداد ليه؟ انت في بلاصه مكيسه كيفاش تلقى الواحد؟ باش ما نحكيش على المولوتوف، المولوتوف يتطلب اعداد، وانا تو نحكي معك اليوم العشيه حتى في البلايص اللي هي مش موجوده، اليوم في سفاقس في احد الاحياء الشعبيه شدينا بادن نتاع ايسونس ودبابس يحضروا فيهم باش يعملوهم مولوتوف باش تحضر العباد. وهذه باش نجيك بعد على اللي حجزناه معنا مش نتكلم جوستومون حد عدد الايقافات وحصيله المحجوز سيد العميد، خلينا نعرف الاضرار اللي عندنا كل شيء والاضرار واعداد المولوتوف والعجل زاد بالك العجل مطيش هذه الاف فما مستودعات لقيتوهم بالعجل يعني هي عجل مستعمله ويحضروا فيها من العشيه معناها عمليه اعداد هذه تجي تحكي لي تقول لي انت راهي الحكايه ماهيش موجوده معناها ما ثماش وتهز في مطويات واحد سارقها في القصرين ومروح بها يسوق بها تقول شاريها من مجازان معناها البارح يوقفوا قطار في شيرة حمام لمف شنو هو قطار راهي جناية توصل إلى عقوبة مانيش عارف تفوت 20 سنة شنو تسكروا بالحجر لو كان ما تدخلتش الوحدات الأمنية وتروح سيد العميد شنو البروفيل نتاع الأشخاص هذوما ولا متنوع معناها لا هي متنوعة أنا باش نعطيك حتى احنا الساعة باش نحكي اتصاليا احنا في وزارة الداخلية عندنا نجاح اتصالي كبير في العملية هذه في تعاطينا مع الأحداث بشهادة الجميع منا. احنا كنا موجودين في كل الأوقات نعطيه في المعطيات أولا بأول احنا ديما متواجدين في البلون كوميونيكاسيون معنا واحنا في الإطار هذا عملنا أول مرة في وزارة الداخلية الأشتاج اللي جاوبت معنا أو نشوفوا الأشتاج هذايا بتاع تونس بلادك كان حطوه هكا مع بعضنا هاو هذا هو ما تخربش بلادك تونس محتاجت لك الأشتاج تواصلنا بعيد خاطر الأشتاج عنده دلالات اخرى به الناس هذوما من مختلف الفئات ولكن فيها من ذوي السبق هذه انا مش نعطيك حتى الفئات العمريه بعد الفئات العمريه نتاعها ما نعطيهم لك خلينا نبداو بهم مش مش نبداو احنا احتفظنا ب 622 لحد البارح 622 وبالله خلينا نوضحوا حاجه خاطر انا بالمناسبه هذه في نوضح برشا حاجه ثم ثقافه قانونيه خلينا نقولوها للتوانسه كي نقول احتفاظ بمعنى شدينا ناس تحرينا معهم ورجعنا النيابه العموميه يا توانسه رانا ما نوقفوا في حتى حد وما عندناش فاتحه الحبس في الداخلي رانا نشدوا وضعيه نقولوا له يا سيد وكيل الجمهوريه ولا النيابه العموميه رانا شدينا زيد الزيادي شدينا عنده كذا وكذا 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 يقول احتفظوا به بمعنى سلبت حريته رانا احنا اللي نوقفوه وتسمعوا به وقفوه راهي وقفته النيابه العموميه واحنا مامورين ضبط عدلي هذوما 622 وقفناهم القضايا اللي مورطين فيهم هي قضايا القتل قضايا الحرق قضايا النهب وقضايا السلب وقضايا غلق الطرقات وهذه هي القضايا اللي موجوده فيه ما فيهاش قضيه نتاع واحد يفركس على الاسعار باش تطيح وحتى الاسعار اللي يحبها تطيح راهو مركز الحرس مش باش يطيحها الاسعار والقباضه والمستودع البلدي مش باش يعود الاسعار كيف موجوده غير يزينا من المغالطات معناها خلي التوانسه يعرفوا يزينا من المغالطات والتوانسه كلها تعرف رأي. اما هي شنو هي ساعات اليوم ولات عندك اقليات اختي مريم تحب تفرض قرارها على الاغلبيه وقت اللي هي الديمقراطيه في اعتقادي انا هكا ثقافتي مش كبيره ياسر يمكن ثمان ناس تعرف اكثر مني الاغلبيه هي اللي تحكم احنا اليوم عندنا اقليات الكل هي اللي تحب تحكم شنو الناس هذوما يحبوا يفرضوا كذا يا اخي كان هما عندهم الفقر الناس كلها موظفين وكلها فقراء انا ما نحبش ندخل في المتاهات انا تهمني امن تونس انا راني احنا في وزاره الداخليه رانا رجال دوله ماناش مسؤولين في الدوله وثم فرق بين مسؤول في الدوله وبين رجل دوله انا رجل دوله بمعنى اني مصلحه تونس مقدمه على حتى حد ومعنا نتاع حتى حد واحنا نتاع تونس وباش نقفولها امس واليوم وغدوة واحنا كي عندنا ناس ماتت احنا كي باش نتعبوا حتى تو في التعب مش اما البلاد هذه خط احمر ما حتى حد يزيد علينا فيها لان اليوم الاستهداف نتاع الدوله التونسيه ونرجع لك المستفيد شكون المستفيد من الفوضى الارهاب وين يعش الدول اللي فيها الفوضى اول طريق للارهاب هي الفوضى الدول اللي عاشش فيها الارهاب كلها نتاع فوضى والادله هاي بحذانا ونعرفوها الكل شكون المستفيد اليوم واليوم عندنا معلومات متاكده عندنا معلومات متاكده ان جماعات ارهابيه ومجموعات ارهابيه تستغل الاوضاع هذه وتدفع اليها للقيام بعمليتها وادخال اسلحه باش التوانسه كلها تبدا على بيت ما انا قلنا في الكامور مثلا ما انا قلنا في الكامور الكلام هذا بعدها ما شديناش خليه باش تعمل اماره في رمادا هم الناس تعشش كان في الاوضاع هذه اللي موجوده نتاع هالفوضى هذه الفوضى هذه شكون زاد يستفيد منها؟ يستفيدوا منها المهربين لانه ثم تشتيت للوحدات الامنيه لان احنا اونجير اليوم انت اذا كان اليوم باش تجاري الارهاب انت في بالك اختي مريم احنا في الرياضه برك قداش ناكلوا من عون 300,000 عون احنا نستعملوهم في المقابلات الرياضيه وانت اذا كان باش تاخذ في الامن العام هذه تشتيت المجهودات نتاع الامني وتشهيد للوسائل انا توجيك الوسائل المضره يعني الوسائل المضره اللي عندنا اللي تكسر في الضرب اي فقط سؤال يمكن الناس باش تفهم سيد العميد انه البارح مثلا برشا وخليني نقول جل المساحات التجاريه الكبرى اغلقت ابوابها مع السبعه نتاع العشيه والثمانيه وشفنا الناس على صفحات التواصل الاجتماعي المركب هذا سكر وخوف عند الناس هل كان هذا قرار متخذ مع وزاره الداخليه
لا احنا مش قرار متخذ معنا. خلي يفهموا الناس علاش. لا لا مثلا مش قرار متخذ من واحد، هو الاوضاع صحيح الاوضاع، اما انت راك في الاوضاع اذا كانت تزيد تطيح فريسه للتخويف ما عادش تمشي كما في الارهاب. اذا كان انت هو الساعه الاولانيه باش يخوفك. واحنا باش نجي خطر في حتى في التعاطي نتاع التواصل الاجتماعي. صحيح مهم برشا هذه النقطه باش ثم مواقع نتاع التواصل الاجتماعي، ثم مواقع وطنيه تضرب مع الدوله التونسيه، ما تضرب مع حتى حد. وكيف واحد راه اليوم يدافع عن الدوله التونسيه ماهوش يضرب لا مع المؤسسه الامنيه اللي يضرب مع الداخليه، يضرب مع تونس. ولائنا لكل تونس، واحنا بيناتنا كل من يضر تونس ضد تونس، وكل من يحب تونس يحافظ عليه. هذا هو المبدا. مواقع التواصل الاجتماعي هذه احنا البارح خرجنا بلاغ باش نعطيك اختي مريم، ثم شكون اللي جاب احداث في 2011 يحرك فيها توفي بلايص ما تحركتش. واو البيان شوفوه انا حطيته على انا ثم وثيقه ما جبتها لكش خاطر نسيتها. ثم احداث اتخذت من دوله مغاربيه صارت فيها احداث اللي هي في الحسيمه خلينا نسميها، خذوها وقالوا الامن التونسي هو كيفاش يتصرف. ثم صور تركي، ثم صور مركب. الادهى والاخطر والامر من هذا شنو هو؟ شنو السيناريو؟ علاش قلت لك الامور كلها مخطط؟ هو السيناريو انك تقول انت الامن قتل واحد باش تكبس سيلي تنسال اللي يحبوه. انا نحيي وحدات الامنيه على دم خوتنا في المربع هذا. واحنا كان البارح رانا في تالا خرجنا مش خاطر خايفين، لا لا، احنا بالقانون اللي موجود عدد اربعه ندافع بالكرتوش عليه المقره. اما احنا ما حبيناش نطيحوا في مربع الدم اللي يحبوه هما، لانهم هما يفركسوا على بريكي، احنا مانيش عاطينها لهم مش باش يحلموا بها الحكايه دي. احنا قدرنا الانسحاب باش نحافظوا على الارواح، جاتنا في اربع حيوت يتحرقوا، ما تتحرقش بلاد كما قلتها لك مره لهنا. هذا هو اللي صار، معناها كي انسحبنا راهو مش ضعفا من، ولكن ما نحبوش نطيحوا في المربع هذاك. هما كي ما صارش المربع هذا شنو اللي عملوا؟ الليله الاولانيه قالوا ثم واحد مات في تالا ضربته الوحدات الامنيه. الليله الثانيه اللي توفى المرحوم هذاك اللي صار وتو نرجعوا عليه ولا كذا. وهذاك راهو تو تجي النيابه العموميه خذت الموضوع وتقول ما حتى حد فوق القانون معنا. اما هما كانوا يفركسوا على واحد، وفيسح فيسح سقوط شهيد والقتيل ودارت وشعلت في موقع التواصل الاجتماعي. هما مش يحبوا شعلوا النار. واللي اما انا ناكد لهم الحلم هذايا مش باش يصير، لان احنا قاعدين نتعاملوا بحرفيه والدليل على ذلك. ونتحداهم اذا كان اي واحد يقول عكس الكلام هذا متضرب حتى مواطن. الورك احنا في وحداتنا الامنيه عندنا 96 متضرر في صفوف الاعوان نتاع اللي هما شرطه وحرس ومختلف، وفي حين ما تجرح حتى تونسي راهو اللي هذه تسجل لنا احد. وهو ما يحبوش عليها وقت ما ثماش الكارثه اللي يحبوا عليها يحبوا يصنعوها في مواقع التواصل الاجتماعي ولن تمر بمواقع التواصل الاجتماعي. اذا نقطه نتاع انه المغازات الكبرى وال يعني لي سنتر كوميرسيو سكروا، هذا يمكن احتياطات خذوهم اصحاب الفضاءات هذيا خاطر الوضع. هما خذوهم كامور تامين ذاتي هما خذوهم. ولكن انا زاد باش نرجع لك انه البارح بسيطره الوحدات الامنيه واللي تتعامل معهم من نهار الاولاني تعامل حرفي، ما تحبش تطيح معاهم خاطر الاسهل الحل راه كذا. وانت عاد ما تخرج لك زاد التفسيرات عودة نظام بن علي القمع وثم شعارات راهي معش في تونس معش تعدي، عرفت كيك ديجاج وكل الحكايات لا ينحيوا منه. عودة النظام البوليسي لبن علي القمع يؤدي في تونس اليوم ما عاد لا يرجع لنظام قمعي. هذا اذا كان افترضنا دوسي كبير، هذه نحيوها الحكايه، شقشقه ما عاد يسمع بها حد. والبوليس ايش قالوا هما في الارهاب؟ هذه من صناعه ما قلت لك صناعه البوليس السياسي بتاع بن علي يزيد تتكلف في البلاد هذه. معناها الناس خلينا ننسبوا هالامور هذه، احنا راهي احتياجات الناس. احنا ولا احنا 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 ولاد اخو ام عربي، احنا ولاد الشعب. احنا خاطر بورقيبه كي قرر الفئات الشعبيه وعمل تكافؤ الفرص وتونس بنوها بناء الطبقات المتوسطه والفقير، احنا ولاد الشعب ونفتخر بذلك. انا ولد ربط اخو ام عربي، لكن الفقر ما خلانيش نخلع في الواحد، والحاجه ما خلتنيش باش نمشي نسرق ولا نخنب كما يقولوا في الجنوب بالعار معنا، ولا نهزلك نتاعك انت ولا نعرف نهزلك كهرباء، هذه ما تصيرش معنا. لا ابر ونعرف راهي ثم فقر وثم بطاله والناس كلها عندها طموحات والناس كلها كذا، هذا كل متفقين فيه. انا عندي في عائلتي شكون بطل؟ كل نعم، ولكن هذا لا يبرر ذلك. ونطيحوا في التبريرات اليوم عن حقه يسرق ومن حقه كذا، لا سامحني اذا كان وصلنا نحكيو بالمنطق هذا. الور لا بدون تعليق. السيد العميد حكيت انت منذ قليل على شبكه التواصل الاجتماعي وقلنا اللي فما برشا اكاذيب برشا معطيات غالطة. اليوم الكلمة يعني المديولة في عالم لي ريزو سوسيو هما لي فيك نيوز لي غومور، وقاعدين نشوفوا معناتها والناس هذايا من حقه انه يربك الناس. وكنتوا انتوما زيدا حتى في بيانكم يعني تقولوا للناس ردوا بالكم وخذوا المعلومة يعني من مصادرها. هذايا من الطرق اللي استعملوها الناس هذوما. لا هو الفيسبوك في تونس راهو مشكلة احنا ولا مشكله ما عادش حل راه معناها في الشيء اللي قاعدين نراو فيه. شنو هو هذك الاعراض وهالتدني الاخلاقي اللي هبطنا لكم؟ شنو هو حاجته بفلان يسب فيه شيء معناها يا احترمتي عنده عائله عنده مرته عنده امه عنده ولده؟ احنا معناها رداءة اخلاقيه قاعدين نشوفها. لانه انا بالنسبه لي زاد اليوم في تونس سي ان بروبليم دو فالور في تونس اليوم. اليوم ثم مشكله نتاع قيم راه، وكي تغيب الفضيله تحضر الرذيل بكل مشتقات، تحضر السرقه وتحضر الهزان وتحضر كذا. احنا عندنا اون بروبليم دو فالور.
كما المعالجه هذه نتاع الاوضاع شنو تلقى اولاد 15 و16 سنه؟ شفت صور انا منذ قليل 15 اختي مريم شد عندك 622 هذوما من 15 سنه ل 20 سنه 31.53% من 15 ل 20 من 21 سنه ل 30 سنه 54 بريسك 55% ومن 31 سنه ل 40 سنه بريسك 12% واكثر من 40 سنه 1% معناها عمال تطلع في لا شيء. اما 15 سنه هذا اليوم نجي نلقاه في المظاهرات الليليه وهذا نجي نلقاه حارق طالع في 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 بطه وعمره 12 سنه ثم زاد ان بروبليم وين هي الاسره؟ صحيح ما وزاد ما وزاد هالمفهوم الوظيفي للامن مفهوم الوظيفي للامن الامن هذاك اختصاص راهو الامن لا لا هذا في الدول الراقيه راهو ما عادش يخدم اليوم الامن مسؤوليه جماعيه اليوم حتى كي يحكي لي على الجريمه اي انا راني اليوم في الامن نتبع في الفعل الاجرامي اما الظاهره الاجراميه عندها ليكوز نتاعها ويلزمك تشيرش ايلي مين ليكوز باش تقضي على الظاهر اليوم انت ثمة تسونامي على المستوى الذهني والاجتماعي في المجتمع التونسي الاسره وين ودورها المؤسسه التربويه وين ودورها علاقه المربي اليوم عندك عنف يندى له الجبين في بعض المؤسسات التربويه ريناها الانواع كل اليوم بشاعه الجريمه هذه كلها مواضيع بشيشيك سوسيال ماهيش كان نتاع وزاره الداخليه هذا لازم ننظروا له الموضوع هذا بالجانب هذا يعني انه خاصه الشباب هذي وشفنا الصور منذ قليل يعني انا قاعده نشوف في الصور عمرهم 15 و16 سنه هما عندهم اسلحه بيضاء يعني مفزع سيوف سيوف اسلحه بيضاء وناس خارجه وساتورات وناس زاده مستهلكه حتى المشروبات الكحوليه والمخدرات هي موجوده هكاك معناها كل شيء موجود هذا هو الواقع هذاك هو اللي موجود لكن انك انت تخرج بالطريقه هذه قال شنو والله هذا يبرر ذاك وهذا يعمل هذا وهذه احتجاجات سلميه هذه ليست احتجاجات سلميه هذه احداث نتاع شغب به سيد العميد نجموش نفرقوا على الاقل في نقطه الاحتجاجات السلميه التحركات نهارا واللي هي تكون مؤثره من بعض الاحزاب ومؤثره من بعض الجمعيات نجم نتفاهموهم اختي مريم احنا اوناجيري 13000 احتجاج هذا في عام 2016 كانت منظمه من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل انا الكلام راهو تحليلي هذا اللي قلته قالوا سي نور الدين طبوي معناها من احسن القراءات اللي قريتها على في موقف الواضح من الحكايه هذه ومن اوضح المواقف اللي قررنا نتفاهموا كذا اما هل هز سكاكن وهز كذا هذه لا سبيل اليه واوضح موقف ريت واسرع موقف ريت هو اللي صار في علاقه بشكون احنا نحكيه هنا على الاحتجاجات السلميه والوقفات في النهار نجري 13000 احتجاج وانا بتكلم فيه كل نهار شارع الحبيب بورقيبه قدام مسرح شكون اللي منح انا نعطيك اخر مثال مثلا نصره القدس 120000 منظمين احنا خدمنا حتى باقل اعوان مع خاطر منظمه كل حد معك اما انت تهبط والديمقراطيه راهي فيها قواعد زاد اذا كان انت اليوم تاخذ اللافته نتاع الديمقراطيه والافعال لا علاقة لها بالديمقراطية لأنه في فرنسا كي يعمل مارشة زاد يعلم عليها وفي تونس تقول تعلم عليها حتى باش يعملوها لك تقول وين تبدا وتقول وين توفى أنت زاد اليوم كان في فرنسا تمشي تخرج مظاهرة تقول فيها المحرقة ماهيش موجودة ولا كذا يقولوا لك لا ثم فنان ثم فنان ثم الفنان ثم الفنان ثم الفنان المسرحي في بالك اللي يعمل حركة ضد كذا وكذا ما صارت عليها كذا راهي مش مسيبة حتى في الدول الديمقراطية كل حد على طلق ذراعه الديمقراطية فيها حدود والديمقراطية راهي في أحسن ما فيها القيم نتاعها وكيفية تعاطي مع بعضنا اما انك تسبني ونسبك ونكسر بلادي ما تجيش الحكايه هل كانت وزاره الداخليه تتوقع مثل هذه الافعال خاطر سمعنا منذ اسابيع انه باش يكون جان في ساخن انه باش يكون بدايه جان في فما تحركات في الشارع تحركات شعبيه كانت متحضره وزاره الداخليه هذا ولا فوجئت بما صار في الشوارع ليلا لا هو اختي مريم لم نفاجئ لانه حتى انت كان ما يكونش عندك بعد امني احنا زاد ثم اختصاص اسمه قراءة الخطاب ثم اختصاص عندنا حتى سادة جامعيين فيه احنا ما لازموه في تونس ما نعرفوهش كي تقرا الخطاب وتبدا تتبع تعرفها لك انت تسمع عصيان مدني انت تسمع تمرد انت تسمع البيان رقم واحد انت تسمع ناس تدعو الى انقلاب هذه خلينا نحكيها ولا تونس ما قريناها الناس الكل معنا ما تجي بسر انا تو تاع الدوله وهالتجيش هذا اللي صاير وسنا جان في سخون وهاو جايين والتبشير وكذا وما تشوف كان والتيئيس والاحباط وما ثم حتى شيء امل ما ثم شيء باهي في البلاد انا ما ريتش دي سكسس ستوري قاعد نشوف في ناس قاعده تنجح تونس البر وانت كي تمشي صباح معناها تحس فيه كانها البلاد كلها سوداء هالاحباطات كلها كانت ستؤدي والله بين اللي قاعدين عايشين وهنا جينا معناتها هوني حتى الاوتيك صحيح ما فماش جمهور ولكن تفهموا فما احتياطات لازمه لانه فما معناتها الكل لازمنا نكونوا يقظين ولكن قاعدين نشوفوا في شيء تشوف في وسائل الاعلام نقول هذه معناتها هذول الناس فما دو تونيزي مع اللي قاعدين يمروا فيها في وسائل الاعلام اجنبيه واللي احنا عايشين لا هي 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 وسائل الاعلام انا كيما حكيت لك المره اللي فاتت حتى كي نقراوا لبرا كل واحده كيفاش القصف قاعد يصير لتونس
وتستغل في المواقف هذه وتحت دعوه ديمقراطيه ودعوه غيرها. فما حتى دول اصدقاء. اي اي اي, أي دول صديقه. اي دول صديقه وشقيقه وعندها زاد صحف تخرج في دول اجنبيه وقريتها ونعرف كل شيء. مشكلتي مواكب شويه معي. وفي وسائل اعلام اخرى وتقصفنا كان في السلبي من صحيح نهار يجي الايجابي. هذه نحكي لك الدراسات نتبع فيها في الايجابي ما تحكيش علينا برشا تتعدى هوني بالسياسه ولا انا بروفيس كي تبدا لهنا تولي موجوده في المعتمديات الكل وساعات حتى قبل وسائل الاعلام التونسي صحيح وساعات زاد عنا حتى احنا من هنا ما نوصلوش الصوره اللي ناخذوها كذا في تقارير نقراها تقارير مجتزئه معنا انا في النهار الاولاني يبدا وجود في تقارير نتاع قناه من القنوات نحكي على كل الولايات صار فيها ونحكي على انه تم حظر ثم معناها حاجات هي. اللي قاعده تصير نشوفوا في الناس معناتها هكا فما طلب بحظر التجول بالكوفغو فو ونشوفوا الناس خايفه وسط الخوف اللي اليوم تطلب انه يتم تفعيل الكوفغو فو. هو اختي مريم الحكايه ساعات ماهيش في اصدار قوانين احنا في حاله الطوارئ كافيه باش ناخذوا الحكايه دي لكن احنا في تونس في دوله تتحسس طريقها للديمقراطيه حابين نكونوا مرنين احنا لو كنا نقراوا قانون الطوارئ راهو يمكن خمسة من الناس ما يجوش يلمدوا بعضهم ولا في الليل ما يجيش اما احنا رانا قاعدين هكا كمان الحكايه مش في القوانين اما انت خلي حريه التونسي يصير فيها وهو ما عنده حتى مبرر ينجم يحتاج ثم ناس قاعده قدام مجلس نواب الشعب عندها جمعه وخمسة ايام وست ايام والناس تحتاج في القصب وفي القصب وفي قدام وزاره واتفهم مطالبهم زاد انا مانيش باش نقول لك راهي العصافير تزق وشكون اللي قال السماء زرقاء في تونس العصافير تزق كلها قالت عندنا صعوبات سيد رئيس الجمهوريه قال ما هو التشخيص لو كان ما قالش قبل ايش يقول يقولوا هاو ما قالش صحيح هاو جاء صارح التوانسه كي صارحك تقول لا نمشي نحرق وكي ما صارحكش تقول هاو ما قالش الحقيقه واللي عنده حل سحري كيف ما احنا تو خاطر المعادله في التوفيق بين الامن القومي وبين التعاطي مع الحريات وحقوق الانسان معادله صعيبه حتى في امريكا انت تو كان احنا تقوينا نوليو نظام قمعي وكانت سيبنا ولينا مسيبين الماء على البطيخ ماذا بينا كان واحد عنده معادله امنيه يعرف هكا يجي يفيدنا بها يعني يقول له تفضل بعدين يوريها لنا معنا خاطر بين الشعارات شيء وبين التطبيق شيء سمعنا اللي تمت بعض الايقافات كما سمعنا منذ قليل سيد احمد صديق انا كنت نسمع فيه وكتب حتى على صفحته الرسميه انه فما ايقافات تمت لبعض شباب الجبهه الشعبيه مثلا يقول ما كانوش يعني مشاركين في مثل هذه العمليات التخريبيه وانما كانوا يوزعوا في الادخال وتم إيقاف على أساس انتمائهم السياسية. أنا أختي مريم ما نحبش ندخل في الباب نتاع السياسة. احنا راني انا جاب ربي قلتها لك قبل ما تطرح لي السؤال هذا قلت لك راني خلينا نذكروا به الناس سي امبورتون احنا نشدوا في الاشخاص في بطاقات التعريف في تونس لا ثم دينه ولا ثم انتماء شدوا فيه هكا نبحثوه قلت لك نراجعوا النياب كان وقفه راي وقفه النياب وكان سيبه راي سيبه النياب ماهوش الامن يشد فيه احنا نشدوا على الشبهه في الامن وفي بطاقات التعريف في تونس مانيش كيما برشا دول البرة موجوده الدين نتاعو ولا موجود الانتماء نتاعو بالنسبه لنا التوانسه الكل الفيصل بيننا وبينهم القانون انا ما نحبش ندخل في هالمتاهات هذه واضح عملنا تقرير احنا لاهم الاحتجاجات والمواجهات اللي تعرض لهم الامن البارح واعمال التخريب في 24 ساعه الاخيره نشوفوا مع بعضنا سيد العميد ونرجع تواصلت لليوم الرابع أعمال الشغب في عدة مناطق بالجمهورية رغم تسجيل انخفاض في حدتها ليلة البارحة أعمال شغب أسفرت عن إيقاف 328 شخصا وإصابة عدد كبير من الأمنيين والإضرار بعدة ممتلكات عامة وخاصة في ولاية بن عروس عاش المسافرون رعبا تواصل لساعات بعد محاولة مجرمين اعتراض القطار المتوجه نحو سوسة على مستوى محطة حمام لمف بهدف تنفيذ عملية سطو على المسافرين تدخل قوات الأمن حال دون تنفيذ جريمتهم بعد ملاحقتهم باستعمال الغاز المسيل للدموع والتمكن من إيقاف ثلاثة منهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء في أريانا وتحديدا في حي التضامن جدت مواجهات متفرقة بين بعض الشباب وقوات الأمن بإحراق العجلات المطاطية وطردتهم قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع في الزهروني عمدت مجموعة من الشباب إلى إشعال العجلات المطاطية ورشق قوات الأمن بالحجارة وإثارة الشغب قوات الأمن ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع كما نفذت حملة مداهمات لمنازل احتمى بها بعض المخربين قوات الأمن في الزهروني نفذت حملة اعتقالات واسعة كان من بينها مروج مخدرات وأطفال قُصّر ومنحرفون وحجزت لديهم أسلحة بيضاء وقوارير مولوتوف وأقنعة يستعملها المنحرفون لترويع المواطنين وتنفيذ عمليات البركاج في حي ابن سينا والملسين تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع وإخماد بعض النيران التي تركها المحتجون كما تمكنت من فتح عدة طرقات أغلقها بعض الشباب وتسيير عدة دوريات للحفاظ على الأمن العام في طبربة عادت المواجهات بعد هدوء نسبي أما في حي ابن خلدون فقد عمدت مجموعة من المنحرفين إلى محاولة إحراق مقر المعتمدية باستعمال قوارير المولوتوف لكن تدخل القوات الأمنية والعسكرية حال دون ذلك
في باجة عاد الهدوء إلى معتمدية نفذة بعد أعمال حرق وتخريب خلفت خسائر مادية فادحة، كما تمكنت قوات الأمن من إيقاف عنصرين متشددين متورطين في أعمال الحرق والتخريب. وسط المدينة شهد عمليات كر وفر مع قوات الأمن التي اضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على 10 أشخاص. أما في مدينة تستور فقد نجحت قوات الأمن في صد بعض المخربين حاولوا الإضرار ببعض مقرات السيادة والمنشآت الحيوية بالجهة. عاد الهدوء صباح اليوم إلى معتمدية تالا بولاية القصرين التي تتمركز فيها وحدات الجيش الوطني بعد ليلة من المواجهات تعمدت خلالها مجموعة من المحتجين إحراق منطقة الأمن الوطني. أما بالقصرين المدينة فقد تواصلت المواجهات بحي النور إلى ساعة متأخرة، حيث عمدت مجموعة من الشبان رشق أعوان الأمن بالحجارة. قوات الأمن تمكنت من إيقاف 4 أشخاص لتصل حصيلة الإيقافات خلال 4 أيام في القصرين إلى 32 موقوفا، علاوة على الحرق والسرقة والتخريب التي طالت المستودع البلدي. في قبلي احتج صباح اليوم عدد من التلاميذ أمام ساحة الشهداء، حيث قاموا بإحراق العجلات المطاطية وقطع الطريق الرابطة بين مدينتي قبلي وسجل حد. قبلي عاشت ليلة من الاحتجاجات شهدت كرا وفرا بين المحتجين وقوات الأمن التي اضطرت لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما تمكنت من إيقاف 7 أشخاص بمحيط الاحتجاجات. مدينة سليانة شهدت عمليات كر وفر بعد تعمد بعض الشبان اشعال العجلات المطاطية واستهداف قوات الأمن بالحجارة ومحاولة سرقة فضاء تجاري. قوات الأمن ردت بالغاز المسيل للدموع وتمكنت من إلقاء القبض على 3 شبان في محيط الاحتجاجات. في القيروان عمد عدد من المحتجين إلى إشعال العجلات المطاطية وإغلاق بعض الطرق ومحاولة الاعتداء على بعض الممتلكات الخاصة والعامة. قوة الأمن نجحت في إيقاف عدد من الشبان المتلبسين وحجزت لديهم أسلحة بيضاء وقوارير مولوتوف. سوسة شهدت ليلة البارحة خروج بعض الشبان في حي العوينة حاولوا الاعتداء على بعض الممتلكات العامة. قوات الأمن نجحت في التصدي لهم وتمكنت من إيقاف عدد منهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء وسكاكين، كما تصدت لمجموعة منحرفين من حومة الغاز عمدوا إلى إشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق بوضع حواجز قصد القيام بعمليات بركاج. في قفصة تعرضت محطة الأرتال ليلة البارحة لأعمال تخريب وتهشيم من قبل عدد من المجهولين حاولوا خلع المحطة والاعتداء على إحدى القاطرات الرابضة بتهشيم نوافذها بعد ليلة من الاشتباكات مع قوات الأمن على مستوى مفترق السكة الحديدية بمعتمدية القصر. احتجاجات في مناطق مختلفة وصفها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بالإجرام المحترف وضربا للدولة وتشويها لصورتها. سيد العميد خيفة شباني، بين التقرير اللي جاوا فيه الصور هذه الرقم اذا نتاع الناس اللي تم ايقافهم 622، وطرحنا سؤال في البدايه قلنا من له مصلحه اكيد بروفيت لو كريم، قلنا وهذا واضح للمهربين والفاسدين والارهابيين والذين يعيشون في الفوضى بالضبط، وتشجعهم الفوضى على انشطتهم المعاديه لتونس في كل الحالات. سيد العميد، الناس هذوما شكون وراه؟ ومنين يجيبوا في الفلوس؟ منين يجيبوا في العجلات المطاطية؟ منين يعملوا كيفاش؟ كي اي ديغيغ سي جون؟ احنا اختي مريم، هذوما الايقافات صاروا رانا عندنا ساعات فيهم، وفي ان سق نتاع الخدمة يتصل الليل وبالنهار. من قوسين قلت لي فما اعوان اليوم 3 أيام يعني ما روحوش للجرم، هما سكرها حتى طريقة العمل موجودة ما روحوش للديار. نعم تحية لهم كلها، معناها هذايا واجبنا، لكن نوجه لهم تحية خاطر الناس هذه واقفة للباب. تحية وأنا بالمناسبة هذه نحييهم، لأن تونس أمانة عندنا الكل، عند الأمن وعند الناس الكل. أنا نحب نحيي زاد الإعلاميين لأنهم سموا الأشياء بأسمائها في وسائل الإعلام الكل، معناها أنا كل نهار يتصلوا بي والناس كلها حاسة على تونس. أنا نحب نحيي المواطنين، احنا عندنا مواطنين في كل الولايات. انا ناخذ مثال في جلمة، في جلمة حبوا يقتحموا المركز، المواطنين هم اللي دافعوا عليه، في سوسة، في صفاقس، في المواطنين الكل. رينا هيك الهبة نتاع تونس، لان تونس يفهموا فيس عفيس، ما تجيبش تعديها عليهم، ما تجيبش تعديها عليهم، معناها انت مش تعديها عليهم راهو كذا وكذا واحتجاجات سلمية، لا لا، هو فهم ان تونس مستهدف. وقت اللي تونس تمشي رانا كلنا باش نمشيو.
احنا نحبوا نحافظوا على الخيمه نتاع تونس ونديروا فيها خلافات، وفي اعتقادي رانا نجموا في البلاد هذه نعيشوا بمختلف تلوناتنا. وامريكا دوله تكونت على الموزايك نتاع العباد نتاعها في الاختلافات في كل يعني شيء. كانك انت قاعد تقول برسالتك وذولي باش تختم بها، وانك تقول للتوانسه ما تخافوش. ما يخافوش خاطر حسينا نوع من الخوف. ما يخافوش، احنا معاهم وواقفين ومسيطرين على الوضع. هو السيد وزير الداخليه البارح يدور في اقليم تونس والقيادات الامنيه والمديرين العامين ما يخافوش. هي اول معركه تخسر لهنا، احنا ما خفناش من الارهاب وما خفناش في الاوضاع. انا نعرف اللي انت في نهايه الحصه باش تتوجه للتوانسه برساله. خلي نرجع لسؤالي، قلت لك الناس هذوما والشباب هذا والناس اللي عمرهم من 15 سنه والفوق، شكون وراه وشكون يمول فيهم؟ قلت ما عندناش معطيات. احنا تو المعطى الاولاني، المعطى الاولاني هذوما في التحقيقات كي تخرج احنا باش نقولوا عليه كما قلنا في الكامور، لانه عندنا مصلحه وطنيه باش نقولوها باش تونس تعرف الحقائق. من احنا من مصلحتنا احنا ساعه في المؤسسه الامنيه باش نقولوا ان الناس هذه تشدت علاش باش نفضحوهم قدام التوانسه. الحاجه الثانيه زاد باش نوضح، ولو انه هذه زاد نحب نوضحها للراي العام، احنا حتى اللي شديناه في القصرين راهو ما قيل عن توزيع فلوس، راهو التوزيع ما قلناهش احنا في وزاره الداخليه. احنا الاحداث هي التالي، احنا شدينا موظف في وزاره معينه في على متن سياره اداريه بالرقم المميز الاداري في ال11 نتاع الليل في حي الزهور في مدينه القصرين، عنده زوز ملايين بو 10 حاطهم في مصر. ما قيل من انه كذا، رجعنا فيه النيابه قالت احتفظوا به. ما قيل انه هو يوزع في الاموال على المشاهدين. اما كان صارت باش نقولوا عليه باش نعرفوا زاد التوانسه، خاطر في حاجه للاثبات. لكن انا كي نتبع كما قلت انت عجل حاضر ومولوتوف حاضر وتوقيت في الليل وناس حضر الحجر وناس تداهم مجموعه هنا ومجموعه هنا وناس في كل الولايات سيد العميد في نفس الوقت وناس تقطع في الطرقات، علاش يقطع في الطريق؟ فيها بعد اجرامي منظم يعني. هو يقطع في الطريق باش انت كي تنقص بالكهرباء نتاعك يبركيك، وكي تجي تدخل الوحدات الامنيه تلقى ديزوب ساكن ما تجيش تدخل فيه، معناها فعل اجرامي منظم وناس ترقد في هنا. قلت لك مجموعات، هذاك يمشي للمركز، هذاك يمشي المستودع، هذاك يمشي القبضة، هذاك يمشي البنك. ولكن احنا زاد تو بدينا في التحقيقات. مثلا اللي اقتحموا المركز نتاع القطار واللي حرقوا القبضة شديناهم 8 واستعرف. المعطى الاخر، انا نحكي بالمعطيات الامنيه، احنا شدينا 16 عنصر تكفيري ضالع في العمليه هذه. نعطيك عمليه نفزه مثلا امس، المصلحه التوقي من الارهاب نتاع الحرس الوطني في نفزه، لان نفزه ايش عملوا فيها؟ حرقوا فيها زوز سيارات، واحده للامن الوطني وواحده للشرطه البلديه، وحرقوا المستودع والبلديه واقتحموا مركز الامن. في التحريات نتاعنا زوز، واحد فيه قرار بالاقامه الجبريه، وهو من زوز عناصر تكفيريه اختار بكل الاثباتات هم ضالعين في الحرق، معناها حتى التكفيريين دخلوا على الخط. في قفصه زاد دخلنا وبالاثباتات، وبعد مراجعه النيابه العموميه نهار 8 الفاعل الرئيسي هو تكفيرين. ومش بالضروره راهو ثم في المصالح هذه اختي مريم، ثم ما يسمى بالالتقاء الموضوعي. اذا شنو كنا انا وياك راهو مش النجم نكونوا متفاهمين، مي مصلحتنا في التخريب تلاقينا نتقابلوا في المهرب والارهابي، بين المهرب والارهابي، وحتى بيع عشرة يساعدوا في الليل باش ما ثماش دوريات امنيه. فوالا الكلها كل وبيع على حرابش الكلها. شكون اللي ما يحبش الامن في تونس؟ اغلبيه الشعب التونسي يحب الامن يكون موجود. من لا يريد الامن ويحب الفوضى؟ والفوضى عاد سما نسمع في مواقع الفوضى الخلاق، انت خلقت شنو؟ الفوضى الهدامه، الفوضى ما ثماش يكون خلاق. كلام فارغ اللي قاعدين نسمعوا فيه. الناس اللي ما عندهاش مصلحه، اما كل مواطن تونسي صالح حتى اذا كان صامت تلقاه كي يقرب لك يقول لي ربي يعينك، ان شاء الله ربي ينصرك عليك. سيد العميد، علاش فما احياء معروفه، معناتها احياء او جهات في تونس العاصمه، في قصرين، في قفصه، في الجنوب، يعني معروفه عليهم الجهات هذيك تخرج منهم مثل هذه الاعمال والافعال. أختي مريم، هو انت اليوم قاعده تتعامل مع تراكمات بتاع 60 سنه. هالاحياء اللي صارت بخصوصياتها في المدن الكبرى في ظل زاد باش نرجعوا غياب انفراستركتور ثقافيه، شنو اللي يعمل هو في الاحياء الشعبيه؟ في غياب انقطاع مبكر على الواحد، هنا نجم نفهم باللي هالاحياء الشعبيه هذه راهي زاد حاضنة. لا تكون ارضيه كما حاضنة زاد حتى الاستقطاب في المجال التكفيري، لانه ماهوش السبب الوحيد، لكن هو يكون حاضن الاشياء هذه نجم تكون موجوده معنا فيه. هذه زاد الاوضاع تخلي لك كذا، زاد واحد لا يلقى لا بعد ثقافي، لا بعد تأطيري، لا بعد تشغيلي، لا تواجد مجتمع مدني. سي نورمال باش تكون ارضيه موجوده غاد. وديما نقول لك رغم الاسباب هذه ووجوب ان الدوله تقوم وهي واعيه بالشيء هذا، وانت زاد تراكمات 60 سنه، حتى حد ما ينجم يقول انها باش تتفض في عام ولا اثنين ولا ثلاثه. ما حتى حد. انت اليوم مشكله التشغيل، من اليوم يستطيع اللي هي مشكله كونيه باش يقول باش يخدم 6000 بطال؟ شكون؟ شكون اللي عامل برنامج مش هذا؟ لانه زاد التشغيل مربوط بالتنميه. صحيح. وبالمرشح معناها ثم مواضيع، وانا زاد جو سي بور انه
قاعد نسمع في الحوار الاجتماعي والاقتصادي اللي طال، لان احنا حتى وقت دخلنا في امباس معين عندنا اربع منظمات قوى اللي هم موجودين مع الحكومه هم فاعلين، اللي هي الرابطه وعماده المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل باش ندخلوا في حوار اجتماعي. احنا انجزنا الانتقال الديمقراطي اللي هو في البعد السياسي، اليوم في حاجه باش ننجزوا الانتقال الاجتماعي والاجتماعي هذا اليوم. بالنسبه لك اليوم سي ديفوني لورجونس في قراءتك انت ونعرف انت سيد العميد المعالجه الامنيه لازمها تمشي اون باراليل مع المعالجه الاخرى. داكور سيد العميد، عديد الايقافات في صفوف تكفيرين على غرار ايقافات صارت اليوم انا كنت نسمع منذ قليل تفكيك خليه تكفيريه تتكون من خمسة عناصر البارح في سوسه، واحنا حكينا انه فما تهديدات ارهابيه على الحدود وعندكم معطيات سيد العميد. احنا راهي بالاحداث هذه وبغير الاحداث اما تزيد توهي. احنا وقت اللي قلنا في الكامور ثم تهديدات ارهابيه يطلع لك واحد يقول لك هذه عقليه المؤامر، بعدها بشهرين لقينا باش يقيموا اماره في بيفيرمات. واضح هما تو في العمليات هذه وعندنا معلومات شبه مؤكده ان الناس ثم اللي تحرك من البر، خاطر انت ساعات تلقى عناصر تكفيريه مربوطين بالخارج عن طريق التواصل الاجتماعي، لان الاستقطاب اليوم قاعد يصير بالتواصل الاجتماعي، قاعد يحرض ويدز ويدفع في الاسباب هذه، يدفع بالمعانيها اثنين سيد العميد، يدفع لتأجيج الاوضاع ويدفع بالاموال كذلك. هذه في جانب اخر معناتها ما حاجه، انا ما عنديش الاثبات اما نحكي استعلاميا اليوم ثم معلومات شبه مؤكده على تهديدات نتاع ناس تحب تستغل الاوضاع باش هذه انا لا يعني انت تحكي وهذه كنت اعطيت انت المعطى هذا منذ ايام سيد العميد، قلت اكثر من 90% من الخلايا اللي تم كشفها وقع استقطابها يعني في الفضاء الافتراضي. اي في الفضاء الافتراضي اليوم الاستقطاب هو اختي مريم وين كان يصير بعد الثوره في ظل الفوضى، ثم سيطره على المساجد وثم خيمات دعويه كان يقوم بها ما يسمى بتنظيم انصار الشريعه الارهابي. بعد وقت اللي بدات الدوله تسترجع في السيطره على المساجد ما عادش ثم استقطاب، ولو انه حتى في الاخر مره لقينا واحد قائم بمقام جامع في سيدي بوزيد شديناها يحللهم حتى هو مورط يعني ما زالت ثم بعض واحد، ولكن تسكرت الحكايه الى حد ما. وين ولا الاستقطاب يتم في الفضاء الافتراضي، من غادي يتم التسفير، من غادي يتم الاستقطاب، ومن غادي يوريوه كل شيء يعني هذه موجود. ومالوريزمون راهو الاستقطاب مش كان في الميدان الارهابي في الميدان الافتراضي اللي هو يسمى الارهاب الالكتروني. اليوم ثم حتى الحرقه تتنظم في الفضاء الالكتروني، حكينا فيها المره اللي فاتت اليوم بيعان زطله اليوم تحيه اللي يصير في الفضاء الالكتروني، معناها هذا كل موجود. واحنا اليوم ديما كيقولوا السوسي بتاعنا الاولاني هي التهديدات الارهابيه وما زالت قائمه والعالم كامل مهدد، يجي يقول لك شنو احنا وين يجيو هالفزاعه نتاع الارهاب، واحد مره يقول لك فزاعه، واحد مره يشكك فيها، واحد مره يقول يفركسوا على الكنوز، تتقي الله في البلاد تتقي الله، العباد اليوم ما زالت تحكي على فزاعه نتاع ارهاب، العالم كامل يحكي عليها ما زال يحكي على فزاعه نتاع ارهاب، هو تو هذا كلام هذا يعقل هذا تو هذا يقبل واحد معناه عاقل. كنا نحكي في الاوف انا وياك سيد العميد، قلت لي ساعات بعض التصريحات للسياسيين وحتى تحت قبه البرلمان تقول لي تصريحات غير مسؤوله من النواب لانها بطريقه غير مباشره هي اللي تموقعها السياسي تأجج الاوضاع وتاثر على الشباب وتزيد تعطي يعني وكانها تعطي شحنه للهذوما الناس المخربين هذوما اللي عندهم اهداف واضحه معناتها. انا في اعتقادي كل الخطاب السياسي كل خطاب في تونس اليوم، كل خطاب في تونس اليوم ما فيهش خطوط حمراء نتفاهموا عليها الكل، اللي هي الدوله التونسيه ما تمسش. انت اليوم تحت انا اليوم نحكي ونقول احترام لهيبه الدوله التونسيه، وانا من ناحيه اخرى اساعد على تخريب رموز الدوله التونسيه. ما تجيش الحكايه، انا كيما انا عايش في دوله انا راني مواطن، لان المواطن زاد نعاودوا نقراو، ظهر لي قبل كنا نقراو في التربيه الوطنيه، قالوا لنا المواطن شنو يلزمنا نقراو حتى هذاك ما هو واجبي نحو الدوله وما واجبي لازم نحترموا شويه الامور، وهو كل حد ياخذ قراره، اليوم احنا رانا احرار، اما انا عندي دوب الكاسكيت زاد، ما انا عندي اولاد زاد انا وعندي كذا كي نهبط مواطن لوطه، زاد ثم كلام ماذا بينا نهفتوا الاخوات. هو حتى في عركه بين زوج من الناس كي تبدا حكيم يقول لك بالله طيب الخواطر ما تقولوش حتى قال في كلام خير، والبلاد في مرحله رانا احنا مشكلتنا اليوم مانيش واعيين نتعاطوا مع ان تونس دوله معناها ديمقراطيه، فرنسا راهي عام 1789 14 جويي عملت ثوره باش وصلت اليوم راه معناها رانا مازلنا ندجشوا الاولانيين في الديمقراطيه وهالتربيلونس يلزمنا نفوتوها بكل رزانه وبالتنازلات لبعضنا البعض معناها احنا ساعات تحس فيه حتى في فيروج يتلفت له هكا عندنا ياسر تواصل بين بعضنا. ربما سيد العميد وانت تو نتوجه للعميد خليفه الشيباني الناطق قسمي باسم وزاره الداخليه، لابد اكثر صرامه في تطبيق القانون، انت تو جبت على يعني الكود دو لاغوت والناس اللي لا تحترم معناتها يلزم في كل المجالات تطبيق القانون اكثر صرامه رغم يعني الوضع صعب. اختي مريم نقول لك وزاره الداخليه من اكثر وزارات الداخليه القائمه بمهامها وتضحياتها ومن اكثر الوزارات التي تتعرض الى القصف من مختلف المنصات. من غير ما نسميها وانت تعرف عندنا منصات نتاع قصف تجيك من كل بلاصه ساعات
تلقانا احنا في الزاويه والناس كلها بتعليك. انت اليوم كان طبقت القانون وعملت الحزم تولي قمعي وتولي بوليسي وتولي بعدين ضربا عليك. كان صارت حتى جريمه اللي هي عاديه في امريكا تصير وتصير في مواقع التواصل الاجتماعي ولا بشعه، ساعات ما يفرقش حتى بين البشاعه وبين كثرتها، تولي انت مسيب الماء على البطيخ. هالمعادله راهي بين الامن والحريه، احنا رانا موجودين غادي وكل نهار وانت تضرب فيك والمنصات فيك، احنا رانا قاعدين نصلحوا في ارواح، احنا نحب نكونوا امن جمهوري، احنا مرفق عمومي ونقولها حتى للمحتجين، رانا مطالبين بالقانون ومش مزيه، ساعة التظاهر هو مش مزيه من حتى حد على التوانسه، وما عطاهولهم حتى حد، عطاهولهم الثوره نتاعها، هذا الدستور يكفي، واحنا كمرفق عمومي مؤسسه امنيه مطالبين بحمايه المواطنين في الاحتجاجات، لكن اون ميم تون بتطبيق القانون، لاني انا زاد مطالب بحمايه الممتلكات العامه والخاصه، بما فيها المحل نتاعك والسياره نتاع سي زيد وسي عام، هذا هو اللي ما يحبوش يفهموا، انت يبلوا الماء على البطيخ واللي يحب هو يعمل وتولي باهي وهذا مش باش يصير. احنا بيناتنا القانون، احنا عندنا قوه القانون، قبل كانت عندنا قانون القوه، قبل ما هو كان قانون القوه، اليوم رانا ماشيين نحو قوه القانون، وما ينجم حتى حد يهرسلنا وما ينجم حتى حد يحطنا في الزاويه، رانا وما طالبين شهاده براءه من حتى حد، احنا ملاكه كيفنا كيف التوانسه الكل في هالبلاد، واحنا اكثر الناس اللي قاعدين نقدموا في التضحيات بالدم بالدم بالدم. اليوم مطالبه التوانسه تقدم تضحيات في العمل نتاعها، احنا في الصفوف الاماميه، احنا في المؤسسه الامنيه مقدمين اكثر من 60 شهيد وعندنا شهداء احياء والغدوه رانا احنا ماشيين البلاد هذه مش مسلمين فيها حتى رغم الهرسله المقصوده والغير مقصود شيطنونا عاملونا وكذا واحنا واقفين واحنا رانا فتناها المرحله بتاع 2012 خاطر هي حتى من جمله ان تونس تضرب بعد 2012 نربط لك بالحديث اول حاجه كان العنوان هي المؤسسه الامني ورانا احنا ماشيين للاصلاح وماناش فوق القانون ماناش تحت القانون ساعات خاطر ثم ناس الرافعه تعامل فينا كاننا مواطنين من الدرجه الثانيه احنا مواطنين وملاكه في البلاد هذه كيفنا كيف التوانسه الكل وندافع على البلاد هذه بضريبه الدم الناس الاخرى تدافع بضريبه العرق على القليل على القليل والتظاهر ليلا هذا يعني باش تتصدى له وزاره الداخليه أكيد. بكل مع صرامه القانون ويعني لن يمر احنا هذوما من ارتكب خطا احنا البارح وقفنا 300 تقريبا و28 هذوما البارح بركه خاطر عندنا اسماء رانا باش نجيبوه ورانا بالتنسيق مع النيابه العموميه باش نداهموه وفي تحركات سابقه قلت لهم رانا سنطبق القانون ما نظلم حتى حد اما لن يفلت احد من العقاب لانك انت الراجل اللي فكيت له كرهبته واللي ضربته واللي خوفته واللي خلعت له حانوته واللي سرقت له موتور هذاك انا نخمم في الضحيه زاد هذاك صحيح زاد ما نبداوش نحكيو نخمموا في الضحايا راهو زاد هذاك هذاك عنده حق باش ياخذوا له وانا مطالب بالقانون باش ناخذوا له في اطار احترام حقوق الانسان اليوم وزاره الداخليه اليوم نحكيو توا يعني شنو في الايام القادمه سيد هو انا في اعتقادي في المؤشرات قاعده المؤشرات ثم انحسار بين البارح واليوم ثم انخفاض في المعدل هدايا لان التوانسه كلها وقفت وتوعات ومواقع التواصل الاجتماعي زاد ماشي كلها سيئه عندنا العديد من المواقع الوطنيه زاد باش ما نعمموش رغم ان العديد منها اما عندنا مواقع وطنيه مع الدوله التونسيه هذايا في اعتقادي ماشي نحو التراجع لان ثم زاد عقلاء في الجهاد انا قلت لك راي الجهاد في المواطنين واعطيتك امثله والعديد من الامثله راهي ضد الشيء هذا وماشي في اعتقادي ان نرجع للواحد هذاك هذا لا ينفي ان المطالب هذيك الدوله راهي وهي قالتها انا مش مؤهل باش نقولها راهي باش تنظر فيها وفاهمه باللي الناس هذوما شباب عندهم طموحات مشروعه وقاعده تفركس في الاليه في كل الحالات في كل الحالات الحرق والتخريب والعنف ما عمره كان حل وفما الناس اذا تستغل هشاشه الاوضاع هذيا تستغل صغر سن الشباب هذيا تستغل الفراجيليتي نتاع السكان الاحياء هذيا باش يعطيهم مخدرات باش يعطيهم اموال باش يعطيهم يعني طعمه هذا وارد اختي مريم معلش انا ما نحبش نحكي بعقليه المؤامره وقلت لك ثم امور احنا دار نيرمون ثم توماس كوك عمل اجتماع في جرب على اساس باش نعملوا رولونس صحيح احنا اليوم كي جينا من اول البوادر اللي هي انا حزت فيها كتونسي وحزنتني كندا تقول لي رعاها ردوا بالكم في تونس معناها انا حزنت خاطر احنا مطمعنا بالله كل دوله ترفع شويه باش نرجع خاطر ثم مؤشرات نتاع اقتصاد انت تجي في جربه اللي هي عمليه معناها جبانه ورمزيه معناها خاطر هي شنو هي في التالي بيت نتاع صلاه فيها بقايا نتاع نخل اختي مريم بالضبط بالله خلينا نحكي شنو اللي صار ونخله ونخله هو ثم بقايا نتاع نخل موجود في باحه نتاع معبد بيت صلاه في معبد في بيت صلاه اي ثم طرف نتاع جريد وتخف من فوق مسيب تعدى هو طيش مولوتوف شعلت شويه معناها كجريد زي انه شايح شعلت طفيت الحكايه مش في العمليه هذه واللي هي عمليه ماهيش باهي وانا ما نحبش نحكي لا يهود توانسه بوكا هو ما يجمع هي فتنا كنا على نفس
وحقنا نجح في راس العالم. ثم ناس توسها نجاحات التوانسة هكا، وثم توانسة ما يحبش هو روحه مش تعمل له هكا، وثم مشكل وين موجود. اما احنا رانا متواجدين، عدينا راس العام رغم التهديدات الدوليه، فتنا عندنا نجاحات، قاعدين نقدموا، قاعدين نحققوا في نتائج على الارهاب كما باش نراو بعد، شدينا حتى في نقلتنا النوعيه في التعاطي مع الارهاب، في القاء القبض على ارهابيين احياء، هذه نقله نوعيه قاعده تصير. عندنا صور على الارهاب، خلينا نسمع الغيجي هنا شنو باش يجاوبوني. فما عندنا صور نتاع الارهابيين، شوفهم بعض. هذا حصري راهو باش نعديوه، هذا مصورته الوحده المختصه للحرس الوطني. شكرا لك سيد العميد وعلى ثقتك فينا. اذا صور حصريه، تفضل كان انت تنجم تعلق. اي هذوما زوز ارهابيين اللي تشدوا في شيره القصرين، هذوما زوز ارهابيين تابعين جند الخلافه مخطرين برشا. هنا هذيك التصاور نتاعهم مشدين عندهم دي شتاير، شتاير اللي هي اسلحه اما عند الوحدات العسكريه ولا عند الوحدات الامنيه، معناها هما تحصلوا عليها في عمليات ارهابيه سابقه. هذوما مورطين مباشره قياديين معناها تابعين في جند الخلافه، ومورطين في اغتيال الراعيين الشهيدين مبروك وخليفه السلطان، هذوما مورطين مباشره. واحنا كي قلنا لن يذهب دمهم هدرا قلتها بحليك انا، رانا ما زلنا على العهد اليوم وغدوه وبعد غدوه، ولن يذهب لا اي دم اي تونسي لن يذهب هدر. هذا اكيد، وهذا وعد نقوله قدام الشعب التونسي، رانا ولا ما نحبوا شيء، نحبوا كان هالبلاد. هذه يعني الصور رغم بشاعتها، هذا في كمين تم القاء القبض عليهم وشدانهم احياء، وبعد كملت الوحدات العسكريه شدت زاد الارهابي الخطير البولعابي برهان البولعابي اللي هو زاد اشرف معهم على العمليه هذه، واللي قامت بها نجاحات قاعد تحقق فيها المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه. احنا عاوزين نقدموا تهديدات ما زالت قائمه، وناس ما زالت موجوده في الجبولات وتستهدف. وانا علاش باش نربط لك بالاحداث، عمناوي الوقت اللي تم القضاء على ابو سفيان الصوفي اللي هو كان جاي باش يريق الكتيبه بتاع عقبه لنا، وقت اللي قضت عليه الوحدات الحرس الوطني في سيدي بوزيد مع ارهابي واحد اخر، وقتها الاتحاد العام التونسي للشغل كانت عنده معطيات، ثم مسيرات كانت باش تصير بطلها، لانه هو وقت اللي قالوا له وقت جيت قال راهي كلات بعضها مره صارت مسيرات، راني هبطت من غادي مش عام يدخل. معناها الور الناس هذه قاعده تتحيل، واكبر مستفيد من الفوضى هم الناس الذين لا يحبون تونس وفي مقدمتهم الارهابيين المهربين. أنا نشكر ساعة على الصور هذه، ويظل لي قليل في الدول في العالم أنهم يلقيوا القبض على الإرهابيين اللي هما يوليوا يعني خزان نتاع معلومات لكم أنتم سيد العميد. احنا ثم دولة مغاربية مجاورة بحذانا ما نحبش نسميها، اللي عندنا معها تعاون احنا شدينا اللي زارها سيد الوزير منذ أيام. أنت توقعين قلت لك نتاع ميساج هذه مهم ثم سيد العميد. ثم إرهابي يفركسوا عليه عنده 10 سنين ألقت عليه الوحدة الوطنية للإرهاب في الجرجاني في الأمن الوطني القبض يرمو، وعلى ضوء هو شدينا اربع اخرين تونسي يتعاملوا معه، معناها قاعده تخدم الوحدات الامنيه، انت تشتت فيها تو لصالح من بلع. واحنا بالنسبه لنا الحرب حتى في وثيقه قرطاج الهدف الاولاني هو الحرب على الارهاب، وبعدها يجي الفساد لانهم توامين معنا. هذا يتغذى من الاخر والاخر يساعدوا هذا. دقيقتين نحب نختم فيهم معك، فنحب رسائل نسمعهم منك انت للمواطنين التونسي، شنو مطلوب منهم اليوم فعليا وعمليا، وشنو تقول للناس هذوما ونختموا حسن. انا بالنسبه لي التوانسه نقول انه نتفهموا، احنا رانا التوانسه كي نهبطوا للوقت معنا المطالب هذه ما حتى حد قال ماهيش مشروع، الاحتجاجات سلميه الور ما ثماش علاش باش تقوم بها في الليل. بالنسبه للتوانسه الاخرين نقولوا راهو المؤسسه الامنيه واقفه ومسيطره على الوضع، وما تخافوش لان هالمعارك تخاض على، احنا لا خوفنا ارهاب لا خوفنا حتى وضع، بوقفتنا معانا واحنا معاكم واحنا اولادكم. كيفاش الوقفه؟ خلينا نكونوا عمليين كونكريتمون. احنا التوانسه مثلا احنا ساعه المواطنين التونسي اذا كان عنده خوه حتى دبو شاوري، اذا كان عنده واحد زاده يقول له وليد يشدوا في الدار، اذا كان راه عيب يقول راه عيب، اذا كان راه حاجه سيئه في الليل يتصل بينا واحنا الارقام عاطين يتعاون معانا، لان حتى عقليه التعامل بين المواطن والدوله في دوله ديمقراطيه تجاوزت المرحله نتاع الصبابه، راك انت شريك معانا ما عادش ثم صبابه، اليوم رانا شرك في هالسفينه اللي كنا باش نخرجوها بحول الله سلامات، خاطر اذا كان مشات شقف مشينا الكل. يعني كان شافوا التوانسه اي تحرك في مشبوه هو راهو يقولوا لنا عليه ويحاولوا اللي عندهم وليدات، خاطر قاعدين نشوفوا وليدات 15 سنه يكونوا ما كانوا في الدراسه ما يكونش في التظاهرات ولا يكون في الحرقه معنا. وزاد المجتمع المدني يقوم بدوره، لانه كي تعيش في دوله في العلاقه تربطها بين المواطن والدوله ينجم يعبر على احتجاجاته بطريقه ارقى منها. في تعامل التونسي مع شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي فيها جانب كبير من الشباب التونسي المبدع واللي هو وطني واللي هو يخدم في البلاد وخلى في جانب اخر، ثم ناس اخرين لا تتوفر فيهم الحد الادنى الاخلاقي. وبالنسبه لي انا ما يمكن تصير حتى شيء في اي دوله الا ما لم تتوفر ثلاث عوامل، العامل الاولاني هو التعليم، والعامل الثاني هي الاخلاق، والعامل الثالث هو العمل. اذا كان ما توفرتش الاخلاق
انما الامم والاخلاق وما بقيت، والاخلاق مش بالمفهوم الاخلاقي، حتى في اوروبا ثم لي فالور اللي هم مش بالمفهوم الاخلاقي الاخلاقي اللي يعني اذا كانت نحات هذه ما عادش تحكي على دول. كل المعلومات التوانسة يلقاوهم على صفحه وزاره الداخليه اللي انتم قلت بعد ايام باش تعملوا ندوه صحفيه ربما سيد العميد وتعطيوا المعطيات الكل، يمكن هذا ياثر ايجابيا على التوانسة اللي وزاره الداخليه والدوله التونسيه ما عادش تخبي عليهم باش تسمي الاشياء بمسمياتها. احنا اختي مريم يمكن من اكثر الوزارات لكن مش اكثرها في الكوميونيكاسيون بشهاده الاعلاميين في الفتره الاعلانيه. انا سته سبعه تسمعني في في وسائل الاعلام ونتواصلوا مع الناس وهذا واجبنا. اما احنا جزء من مقاومتنا للاشياء هذه هي اعطاء الحقيقه للشعب التونسي وباش نقولوا لهم الحقيقه مهما كانت من. واحنا رانا هنا رجال دوله جينا باش نخدموا الدوله هذه، كان اصبنا شكر الله سعينا، كان لم نصب رانا احنا في عقيده المؤسسه الامنيه نخدم ومنضبطين وهكا لا نريد جزاء ولا شكور. احنا نتاع تونس ما نتاع حتى حد، والدوله التونسيه خط احمر بالنسبه لنا وستبقى الدوله التونسيه ما بقي الليل والنهار. خليني انا نقول لك شكرا سيد العميد. فيك صح. وباسمك انت وكل الامنيين من حرس من ناس في وزاره الداخليه من شرطه من في المرور من في الحمايه المدنيه نخاف لننسى الحقيقه معناتها نخاف لننسى سلك من الاسلاك. فكرت الحمايه المدنيه والدور الانساني الكبير اللي يقوم به هم زملاء سياره تتدخل باش تنقذ فيها بعد انساني ولا يكسره باش تهز المجروح يكسره يا سيدي باهي الوحدات الامنيه الاخرى ها نقولوا عندك فوبيا منه والحمايه المدنيه هي تسمى الدفاع المدني. الناس حابت تذكرنا ب 2011 سيد العميد ما ننساوش لن ما نرجعوش ولن يمروا. اذا مره اخرى انا حتى لا انسى اي سلك من الاسلاك كل الناس اللي تخدم لمصلحه امن تونس من كل الاسلاك حرس دفاع ويعني الجيش والامنيين تحيه لهم من القلب ومن العمق وهذوكم يعني الناس اللي معرضه رويحة لتونس ونقولوا للتوانسة الكل كلنا مع بعضنا من أجل هذا الوطن. ويقول محمود درويش رحمه الله في هذه البلاد ما يستحق الحياة. واضح سيد العميد شكرا لك. ميرسي بوكو وشكرا على كل هذه المعطيات. شكرا على حضورك معنا. شكرا على ثقتك فينا وعلى المعطيات اللي قدمتهم لنا. نذكر سيد العميد خليفة الشيباني ناطق اسمي باسم وزارة الداخلية وكل شيء موجود على صفحتكم ينجم أي مواطن يمشي ويسهلنا والكلنا مع بعضنا الأشتاج بتاع وزارة الداخلية نعاودوا نشوفوه ذولي لازم يكون السلوغان بتاع التوانسة الكل في الأيام هذية ما يعني تخربش بلادك تونس ما احتاجتلك. ما تخربش بلادك تونس ما احتاجتلك وإحنا نحترموا بيان سور الاراء الكل والناس الكل اللي عندها راي ذاك احنا مانيش نحكيو على السياسه ليلا. شكرا لك مره اخرى.